مرحبا برج العقرب، أهلا فيك. احتمال أن الوضع كان فيه طرف ثالث، مو شرط طرف ثالث معناته خيانة، ممكن أيضا يكون تدخلات خارجية من الأهل، من الأصدقاء، من الظروف. أيضا الظروف كانت تسبب عائق بينكم. عزيزي برج العقرب، الشريك يراك أن أنت رحلت كأنما هني غصبا عنك، ما كان عندك خيار ثاني. الخيار الأخير، الحل الأخير اللي أنت لجأت له هو الانفصال، سواء الفكرة كانت فكرتك أو فكرة الشريك. كأنما هني أنت ما كان عندك خيار، لأن هذا الشخص وضعك تحت اختبار كبير، أو وضعك جدا في تحدي كبير. كأنما كان الخيار الوحيد أن تكون معه قابل وراضي بتدخلات الأشخاص المحيطين حولكم، أو لازم هني كأنما تصبر على الظروف الصعبة. ثلاثة الأكواب معناته أنه مو بس كوبي وكوبك، في كوب ثالث. احتمال كان في أيضا أطفال من زواج سابق، زواج سابق لحد الآن يمثل عائق بينكم بين ارتباطكم. أشوف جدا الكوب الثالث هني يسبب عائق للشراكة اللي بينكم، وإن كانت شراكة تحمل الكثير من الإمكانية. يوم من الأيام أنت يا برج العقرب كنت متوقع أن راح تستمر مع هذا الشخص للأبد، لأن بينكم انسجام. طاقة الأكواب هي طاقة الانسجام التام، ولكن حدث شيء انت ما كان في حسبانك. انزين، تدخلات خارجيه، شيء من الماضي في حياه الشريك، طرف ثالث، هذا اللي سبب العائق. وهو يراك ايضا، هو يعرف ومدرك تماما ان لو انت سنحت لك الفرصه راح ترجع في غمضه عين اذا هو تخلص من الكوب الثالث. اذا كان في وضع مجرد انت وهو، أوكي، إذا عرض عليك حبه، إذا عرض عليك الشراكة فقط بينك وبينه، من دون الزوجة الجديدة، من دون الزوج القديم، من دون هذا الشخص اللي يسبب عائق بينكم، أو حتى تدخلات من الأهل ممكن تكون، من دون هاي الأمور، هو يعرف أن أنت راح تهرع إليه مرة ثانية، أن أنت راح تقبل عرضه مرة ثانية، وراح تبتدي معه أيضا صفحة جديدة. هو يراك هكذا. خلينا نشوف اللي بعده. ما هي خطوته القادمة؟ هل سيتخلص من الطرف الثالث؟ رح يحاول انه يتواصل معك، يعرض عليك تنازلات اخرى. تنازلات اخرى، ولكن ما راح تطلعك من الوضع هذا، وضع العلاقة الثلاثية، وضع العلاقة المضطربة، وضع العلاقة اللي مش أنا وأنت فقط اللي نقرر شنو يصير في حياتنا المشتركة. ثلاثة، ثلاثة، أيضا كرت الشيطان فيه ثلاثة، شخصين مقيدين بالأغلال والشيطان ثالثهم. كرت برج الحوت، ممكنك تتعامل مع برج مائي، حوت سرطان، أوكي، ممكن أيضا أنك تتعامل مع برج ترابي جدي. انزين، ما هي خطوته القادمه؟ هذا الشخص راح يحاول انه يرجع يفتح معك صفحه جديده، يفتح بينك وبينه مجال للتواصل مره ثانيه في المستقبل. توقع منه اتصال، رساله، احد من المعارف او الاصدقاء المشتركين بينكم يوصل لك انه مثلا هو يسال عنك، يحاول ان يعرف اخبارك. نعم، ولكن الوضع اللي انت انفصلت بسببه من العلاقة لحد الآن لم ينتهي، رح يظل الوضع كما هو عليه، في دائما تدخلات طرف ثالث. ولكن هنا عندنا كرت الشيطان مثل ما قلت لك، كأنما الوضع في الكثير من عدم الوضوح، الكثير من الأوهام، الكثير من الكذب، من الخداع، من الغش، ولكن مو من شريكك، من الطرف الثالث. اللي رح يسويه شريكك في الفترة القادمة أنه يحول ثلاثة الأكواب إلى ثلاثة الخماسيات. راح يحاول أن يوجد حل وطريقة عملية أن أنت وهو تكونون مع بعض مع وجود هذا الطرف الثالث، بدون أن تصل إليك أذيته، بدون أن تصل إليك محاولاته للخداع ومحاولاته لأن يضرك. راح يحاول أيضا أن يخبي عن هذا الطرف الثالث مشاعره لك، كأنما أمام هذا الشخص أو الطرف الثالث، ممكن يكون حتى أم، ممكن يكون أي شخص،
أو حتى مجموعة أشخاص، دائما رح يكون أمامهم يقول إن أنا ما عندي أي مشاعر تجاه برج العقرب، مجرد أنا رح أرجع لبرج العقرب من أجل كلام الناس، من أجل الأبناء، من أجل الأموال. ولكن هذا الكلام مو صحيح، هذه مجرد واجهة أو عذر واهن يعطيه الطرف الثالث عشان يقنعه، عشان يخبيك أنت، يريد أن يخبيك عشان أنت معه في شراكتكم هني الثنائية تكونون بأمان من حيل هذين الأشخاص. أوكي، عندهم الكثير من الحيل هني، الكثير من الأوهام، الكثير من الأساليب اللي فيها ضرر عليك وعلى شريكك. إنزين، راح يحاول يخبي الحب اللي بينكم، رغبته في أن يكون معك، ولكن في نفس الوقت أنت يعني كأنما راح يكون في تضارب في الكلام أمام الناس، راح يمثل أنه هو غير مهتم ولا يسأل عنك، وحتى لما يسألونه راح يقول أنه ما عنده رغبة يرجع لك. ولكن بينك وبينه راح يكون في أبواب جديدة للوصل تنفتح بإذن الله. اللي بعده، ما الذي يخفيه الشريك أو الحبيب؟ أربعة الأغصان، كارت برج القوس الاعتدال، 5 الخماسيات، 10 السيوف، 6 الأغصان. برج العقرب، شريكك هنا يحاول يخبيك أنت، يحاول أن يخبي العلاقة اللي بينكم، الحب المتبادل، العشرة الطيبة، مشاعر تجاهك، مكانتك في قلبه. 6 الأغصان، الصورة الأصلية هي طاقة شخص على فرس يحتفل أمام الملأ محاط بالأشخاص والجماهير، كرت المنتصر اللي راجع مثلا من معركة أو من مهمة معينة وعنده نجاح. هذا الكرت أيضا يعني المداراة، إنه هو يداري مكانتك في حياته، وهو محاط بالناس، وهو محاط هني بالطرف الثالث، حتى هو هني لكن يحرص أن يداريك أنت عن أعين الناس، لأنه يعرف إذا عينهم وصلت لك وعرفوا عنك راح دائما يسعون إلى أذيتك، إلى إنهاء اللي بينك وبين شريكك، وهذا اللي صار في السابق. لذلك أنتوا حاليا منفصلين، كأنما هني هو يحاول أن يتعلم الدرس يأخذه معه عشان يتجنب هاي السيناريو أن يحدث بينكم في المستقبل إذا صار فيه رجوع. إنزين، شريكك أيضا مركز على الأمور العملية، كأنما هو هني وإن كان لديه الكثير من طاقة الماء والمشاعر تجاهك، ولكن الاستراتيجية اللي راح يتبعها في المستقبل عشان أنت معه تكونون منفردين ومرتاحين في علاقة تعتمد على الأشياء العملية، تعتمد على الأموال، كأنما هني أنتوا أيضا محتاجين عشان تستقلون في حياتكم، محتاجين تنتقلون إلى مكان جديد، مسكن جديد، بعيد عن الأهل، بعيد عن هاي الأشخاص، بعيد عن أعين الناس، ما بين 4 الأغصان و6 الأغصان، بعيد عن أعين الناس. وأيضا إنزين، فيه انتقال جسدي، شقة جديدة مثلا، بيت جديد، محتاجين إلى الخصوصية والبعد في الفترة القادمة. هو قاعد يفكر ويخطط من الآن في هاي التفاصيل العملية، إن شلون راح أرتب، إن مثلا أحصل على سكن مختلف، سكن منفصل عن هذين الأشخاص. أوكي، قاعد يحاول يوازن الأمور في هاي الفترة. فإذا أنت كنت معتقد إن هو لحد الآن ما تواصل معاك أو لم يتخذ خطوة جادة، فهو بسبب تخطيطه ويحاول إنه يضع حجر الأساس لحياتكم وشراكتكم في المستقبل. أشوف إنه عنده نية الرجوع، ولكن يريد أن يسوي الأمور على أسس صحيحة، على أسس ثابتة ما تهتز. أوكي، اللي بعده، قراءة العزة. العزة، برج العقرب، من القادم في طريقك؟ احتمال إنه برج القوس، طاقة نارية، قوس، أسد، حمل، هذه طاقتك أنت يا برج العقرب، كرت الموت، 10 السيوف، 6 الأغصان، وكرت البرج. القادم في طريقك شخص توا نجح في شيء معين، انهى زواج، اوكي، انهى شراكة عنده في السابق، احتمال انه خارج من علاقة، من خطوبة، من زواج، ولكن انهاها، حدث الانفصال، انهدد اركان البيت اللي بينهم، احتمال انه عنده 3 ابناء، احتمال
كانوا مرتبطين لمدة 3 شهور 3 سنوات، هاي نوع من الطاقة. ولكن هو شخص في أعين الناس كان على حق، هو اللي صح، وشريكه شريك الشخص اللي قادم في طريقك وشريكه السابق هو اللي كان خطأ في أعين الناس، هو اللي كان مقصر، هو اللي كان مش على حق. أيضا كانت في إذا في بينهم أمور قانونية، القادم في طريقك هو المنتصر عليه، هو اللي حصل على الأموال، الحقوق، حضانة الأبناء، هو اللي حصل على نجاح القانون، وأيضا الناس والمجتمع يكونون في صفه. ولكن ما يجب أن تعرفه أن الموضوع كان جدا مؤلم بالنسبة له. هذا الشخص القادم في طريقك أبدا لم يتوقع أن الأمور يوم من الأيام راح تنهدم بينه وبين شريكه. أشوف هني جدا طاقة حب، طاقة أمل كبير. لما نشوف البرج يقع معناته إحنا ترى كل طوبة بنيناها بحب وعناية وجهد واجتهاد. مو سهل أن البرج يقع في حياتنا، ينتهي شيء، تنتهي علاقة. هذا الشخص جدا كان متفاني في علاقته السابقة، في زواجه السابق، ولكن احتمال أنه انخان أو تم استغلاله فيحس أنه مخذول. أشوفه هنا شخص رياضي، يحب الكورة، يحب ممارسة الرياضة في أوقاته الخاصة، ولكن مو رياضة مثل الجيم، رياضة مثل اللي تكون في مجموعات. إنزين، مثلا الذهاب إلى الصيد، لعب الكورة. أشوف هني عنده طاقة لعب الكورة أيضا. إنزين، قلت لك هني ممكن يكون برج ناري وأيضا ممكن يكون برج مائي، ولكن أنت قاعد تتعامل مع شخص مخذول مهما كان المظهر. كأنما هني أشوفك أنت يا برج العقرب تتوقع شخص بمواصفات مختلفة، راح يأتيك نفس الشخص، المعدن اللي تريده راح يأتيك ولكن بطريقة مختلفة. يعني مثلا راح يأتيك شخص طيب، كريم، حنون، رومانسي، ولكن في معاه أيضا جوانب شوية سلبية. راح يكون مثلا منخذل من العلاقة السابقة اللي عنده، محبط مثلا شوية لأنه توه خارج من علاقة ما صار لها فترة طويلة، أيضا عنده احتمال أبناء، وأيضا فوق كل هذا أنت كأنما قاعد هني تتوقع زواج حب، أو تتوقع شخص بمواصفات معينة أنه مثلا ما يكون تم له الارتباط في السابق، فسيأتيك الشخص نفسه اللي في بالك ولكن شوية مختلف. هذا الشخص مثل ما قلت لك أتوقع أنه مطلق، وأتوقع أنه عنده أبناء، أو عنده أمور لحد الآن شائكة من زواجه وارتباطه السابق. أوكي، فكأنما هني أنت محتاج، لازم تحط في بالك طاقة الانتظار، طاقة التفاؤل بالأفضل، ولكن في نفس الوقت لا تتعلق بالتفاصيل، أن التفاصيل راح تكون مختلفة. إنزين، وعندنا هني كارت الموت. من أجل أن يتغير الوضع، أو من أجل أن يتحول، هذه طاقة التحول، من أجل أن يتحول هذا الشخص إلى الشخص اللي في بالك، لأن أشوف الكثير من المواصفات الأساسية اللي تريدها موجودة فيه، من أجل أن يتحول راح يأخذ وقت. أوكي، هذا الشخص ما يحب يدخن، أوكي. خلنا نشوف كيف تتعامل معه. ملكة السيوف، طاقة غريبة، بما أن هني طلب منك الصبر والتفاؤل والانتظار. تسع سيوف، كارت برج الحوت، القمر، 10 الأغصان، 9 الخماسيات. برج العقرب، أول شيء كأنما هني راح أبتدي وياك من هاي الجهة، الرسالة تأتي من هاي الجانب. أول شيء لا تستعجل بالارتباط في هاي مع هاي الشخص. هذا الشخص محتاج وقت ليستوعب أصلا أن لحظة البرج وقعت في حياته. لحد الآن قلت لك لم يستوعب، لم يتشافى أو يتعافى من العلاقة السابقة اللي كان فيها، نفسيا لم يتعافى. عنده 10 أغصان، غير قادر على أن يخطو خطوة إلى الأمام، يبني شيء زيادة، يتحمل عبء زيادة.
وجود كارت 9 الخماسيات أو الأميرة العزباء هني يقول لك كن جدا متفهم ومرتاح ومتقبل أنك تكون في حياة هاي الشخص من دون أن تطالبه في البداية بتغييرات كبيرة، من دون أن تنبش، عندك أيضا طاقة التنبيش، من دون أن تنبش وراءه لماذا لحد الآن هو يتصرف هكذا، لماذا لحد الآن هو مثلا يتكلم مع شريك السابق. هاي رقم واحد. رقم اثنين، كأنما هني شوي مطلوب منك أن تخبي مشاعرك عنه. هذا الشخص قلت لك مو مستعد نفسيا وعاطفيا للتعامل مع مشاعرك. أشوفك هناك كأنما أنت مستعد للحب بما أن شخص جديد دخل في حياتك وشخص يليق بمواصفاتك ورغباتك، راح تكون جدا مستعد أن تتفاعل معه. محتاج شوية أن تخلي الأمور تنطبخ على نار هادية. عندك كرت القمر، في أمور لحد الآن لم تنكشف لك وما راح تعرفها بسرعة عن هاي الشريك، لا تحكم عليه بسرعة. 9 السيوف، جنبه ملكة السيوف. لا تكون من النوع اللي معاه دام ان انت مثلا تقدمت لي او موجود في حياتي ولكن ما تسأل عني ولكن ما تسوي كذا ولكن ما تسوي كذا، معناته ان انت لحد الان مع شريكك السابق، معناته ان انت ما تبي تكون معي في علاقة. لا تبالغ في تحليل الامور، لا تبالغ في دفع الشخص ليتصرف كما تريده. شخص جيد، شخص ممتاز، ولكن محتاج وقت، لحد الآن لم يستوعب الخسارة اللي حدثت في حياته. وأيضا هني ملكة السيوف موجودة تقول لك لازم تتقبل، في كأنما أنت عندك رح يكون ندم أو حسرة، لأن هذا أشوفه شخص جدا جيد ولكن شريكه ما قدره صح، فكأنما عندك حسرة لماذا لم ألتقي بهذا الشخص قبل أن يلتقي بشريكه السابق. لماذا الأشخاص الجيدين يكونون دائما حظهم مع أشخاص سيئين؟ عندك هالنوع من الطاقة واللوم، تلوم كأنما الكون، تلوم الوضع الحالي. لماذا ما صار معي أنا في البداية؟ عشان أنا أعرف قدرة، عشان أنا معاكم سعيدين، عشان أهو ما يدخل في هاي المرحلة التعيسة. أوكي، إهني عليك التقبل. ملكة السيوف هي دائما الملكة اللي مستعدة أن تحارب وتثبت وجهة نظرها. أنت مو محتاج هالشيء، محتاج أنك تتقبل أن هذا هو الواقع، هذا هو نصيبك، وهذا هو الدرس المكتوب لك عشان تأخذ العبرة منه. تقبله. لا يظل دائما هني أشوفك أنت يا برج العقرب كأنما في بالك، دائما اللي يدور في بالك كيف كان هذا الشخص يتصرف مع شريك السابق، ماخذنا أمامك كما الكابوس، كما الشيطان مستعد انك تستخدم السيف عليه، دائما مستعد انك تتشاجر معه في المستقبل بخصوص علاقته السابقة. محتاج الصبر، محتاج الحكمة، محتاج التروي، جدا التروي والانتظار والتفاؤل مع هاي الشخص. شخص جيد ولكن يمر بمرحلة سيئة وان كان ما يظهرها. اللي بعدها قراءة المرتبطين. أول سؤال، طبعا المرتبطين ممكن يكونون مرتبطين في علاقة حب أو زواج أو حتى خطبة. أول سؤال، كيف يراك الشريك؟ الإمبراطورة، برج العقرب، احتمال أن شريكك من برج الحمل، الخماسي الصغير، 4 الأغصان، 6 الخماسيات، و 9 السيوف. شريكك يراك أن أنت هنا عندك الإمبراطورة، دائما تعني الوفرة بينك وبين شريكك، كأنما أنت تحس أن شريكك يعطي اهتمامه وطاقة. سوري، كيف يراك؟ أول شيء راح أراويك شلون أنت ترى شريكك. إنزين، أنت ترى شريكك أنه هو يعطي القليل أو يعطي للأماكن الخطأ، للأشخاص الخطأ، عطاءه مو في محله، عطاءه مو موفق،
ولكن في نفس الوقت يطالبك بأن تكون جهودك كلها وطاقتك وعطائك فقط داخل المنزل فقط للعلاقة. هذا النوع من الشخص مثلا يطالبك أن أنت أولويتك دائما تكون له، ولكن هو ما يخليك في أولوياته، يبدع عليك أشخاص ثانيين ضد رغباتك. عندكم تضاد أو اختلاف على مسألة العطاء، خصوصا إذا كان شريكك من برج الحمل. طاقة برج الحمل جدا واضحة هني. هو يراك أن أنت تأثر أو تهدد استقرار الشراكة اللي بينكم. لماذا؟ لأن أنت تحب أن تعطي للآخرين. هذا الشيء برج الحمل ما يحب هذا الشيء فيك. ست الخماسيات هي طاقة العطاء لأكثر من شخص، والأخذ والعطاء الاستقبال والإرسال. هاي النوع من الطاقة. شريكك أبدا ما يحب فيك هذا الطبع، يراك أن أنت كأنما موجود داخل المنزل، ولكن عطائك لخارج المنزل، لخارج العلاقة. تخلي الأشخاص دائما هني، هذه طاقة بس أنا مع شخص ثاني في عش الزوجية أو في العلاقة. هني يقول لك أن أنا أسمح لكل من هب ودب يدخل بيتي، يدخل حياتي، يدخل علاقتي ويتدخل. يشوفك شريكك يراك يا برج العقرب أن أنت غير شاطر، غير متمكن من أن تضع حدود للآخرين غير مسموح لهم أن يتخطونها. حدود تعرف كل واحد مكانته، أوكي؟ وأيضا يمكن يشوفك أن أنت جدا كريم مع الآخرين، كريم في وقتك، في طاقتك، اهتمامك. تكون مثلا مع متملل داخل البيت، تعيس، تطلع برا البيت تكون جدا سعيد. عندكم هاي النوع من الطاقة. ممكن حتى كريم في الأموال. اللي بعده، ما هي نقاط قوتك يا برج العقرب؟ ممكن أيضا يكون شريكك من الأبراج الترابية، ثور، عذراء، جدي. ما هي نقاط قوتك؟ نقاط قوتك هي طاقتك الطبيعية، طاقة الماء. أنت تحب ولكن تعرف متى ترسم خط أحمر. هذه هي نقاط قوتك. أنت تشوف النقص اللي فيه. هو يرى أن فيك نقص، أوكي؟ أنت ترى العكس، أن أنت ما تعاني من هذا النقص. الساحر وكرت الإمبراطور. سوري، كرت الإمبراطور هو كرت برج الحمل. كرت الإمبراطورة هو كرت ممكن برج الحمل ولكنه ميزان أكثر. ما هي نقاط قوتك أنت يا برج؟ هذا هنا يقول لك الحقيقة، مو كيف أنت ترى نفسك أو كيف الشريك يراك. حقيقة الوضع أن أنت شخص محب، ولكنك ما تعبر عن مشاعرك كثيرا أو بأسلوب مبتذل. أنت تظهر مشاعرك بالأفعال، طاقة النار، طاقة اللي لأن أنا أهتم فيك وأحبك وأنت أولوية بالنسبة لي، راح أعطيك، راح أنجز عشانك، راح أعطيك وقت وطاقة وجهد. إنزين، نقاط قوتك أيضا أن أنت تستطيع أن تفعل المستحيل. كل تحدي يضعك فيه، خصوصا برج الحمل، كل تحدي يضع أمامك شريكك العنيد، أنت تتعامل مع شخص شوية عنيد ومتصلب، متصلب في رأيه. كل تحدي يضع أمامك ويقول لك راح تفشل، أنت تنجح فيه. هذه من نقاط قوتك. نقاط قوتك أيضا أن أنت تحب ولكن ما تسمح للمشاعر بالسيطرة عليك. دائما تعرف متى تحط، متى تظهر التوازن، أو متى تظهر للأشخاص حدودهم معك، شنو المسموح وشنو الممنوع. ولكن كيف يراك الشريك؟ يراك أن أنت كثير العطاء خارج المنزل، خارج العلاقة. أنت ترى هو قليل العطاء، أو أيضا يعطي في غير محلة خارج العلاقة أيضا وخارج المنزل. وإن كان هذا الشريك يملك الكثير، شريكك يملك الكثير، عنده كرت الإمبراطور والإمبراطورة، لديه وفرة في حياته. ولكن دائما شوف، راح أقول لك شريكك شلون. الإمبراطورة على الوفرة اللي عندها وتملكها في الحياة، تملك كل شيء، ملكة الملكات يعني، ولكن تطالبك بالخماسي الصغير. وإن كان اللي في يدك ممكن يكون يعني شخص شبعان، شريكك شبعان لا يحس بالجوع، ولكن إن شاف في يدك ما
ممكن يكون تفاحة وأنت جوعان يطالبك أن تعطيه التفاحة. عندك طاقة شوية النق أو طاقة الإلحاح، طاقة اللي شريكك يحط باله وبالك، واقف لك على الحبة واقف لك على الوحدة. هاي الطاقة ما أشوفها إيجابية، محتاجين أثنينكم الصبر والتفاهم تجاه بعض. اللي بعده، ماذا تفعل لكي تطور العلاقة أو تحسن منها؟ خلنا نشوف. بما أن اثنينكم حاطين بالكم بالبعض، أشوفك يا برج العقرب أنت هني أكثر شيء على حق، ولكن شريكك لا يستمع إلى لغة المنطق، يستمع فقط إلى لغة العناد والرغبات. خلنا نشوف ماذا تفعل لكي تطور العلاقة. الشمس أعطى حريته بالضبط، وإن كان مو برج الحمل ممكن يكون حتى ثور. أنت قاعد تتعامل مع شخص عنيد، معروف جدا برج الثور الحمل عنيدين ومتصلبين برأيهم، يعاندون لمجرد العناد نفسه. أعطى حريته، عندما تعطي حريته سيفقد السبب اللي من أجله قاعد يعاند، لأن هذا قاعد يعاندك من أجل العناد نفسه، من أجل أن يحصل على اهتمامك. مو قلت لك يشوفك أن أنت تعطي خارج المنزل أو لأشخاص، احتمال أنك تعطي مثلا أموال لأهلك، لأخواتك، أختك، هاي نوع من الطاقة يبيك لا لوحده، فقاعد هو يعطي أيضا خارج المنزل، خارج العلاقة. فعشان تأخذ قوتك مرة ثانية وتستعيد قوتك في العلاقة، عليك أن تعطي حريته، سيفقد السبب اللي من أجله هو يعاندك، وسيفقد أيضا توازنه. أيضا عندنا كارت الخيارات، فارس الأكواب، خمس السيوف، و كارت السيفين، كارت الحيرة. بالضبط كل شيء اختصرت لك في كارت أن تعطي هذا الشخص حريته. لما تعطيه حريته هو سيفقد السيطرة على الموضوع. الإمبراطور والإمبراطورة مسيطرين، يعرفون ماذا يريدون ويعطون تعليماتهم بخصوص الموضوع. ولكن عندما يفقد سيطرته بسبب أنك أصلا ما قاعد تشد معه، عندما يتوقف خمس السيوف، يتوقف طاقة الشد، السحب والشد، طاقة شد شعري، اترك شعري عشان اترك شعرك، لا تحاسبني عشان ما أحاسبك. عندما أنت توقف عن هذا الشيء، شريكك سيتعقل، سيحس أن ما أمامه طريق ثاني إلا طريق التعقل اللي أنت اتبعته. هذا هو الحل، هذه هي الطريقة. من بعد كل هاي الكركبة اللي راح تصير، هو راح يحس أنه ابتدى يفقد توازنه، ما راح يعرف يتصرف لأنه متعود على طاقة عناد بينكم، يعرف كيف يتعامل مع العناد، ويعرف شلون يتعامل مع شريك يعطيه حريته، يقول له أوكي سوي اللي بتسوي، أو يقف بجانبه، حتى مع خياراته الخاطئة يقف بجانبه. بعدين هو راح يأتيك على بابك، لجنابك، على أعتابك، بيد الكوب، بيد اعتذار، بيد محاولة للتقرب إليك. ولكن الجميل ان هاي محاولة التقرب هي محاولة سترضيك، ما راح يكون فيها عناد، ما راح يكون فيها تشمت او شماتة. هذه هي طريقتك المثلى عشان تطور علاقتك مع الشريك. عطى حريته عشان يخطأ بطريقته الخاصة، ومن ثم يرجع الى اعتاب بابك. اوكي عزيزي برج العقرب، هذه كانت قراءتك العاطفية. أتمنى لك